حسب ما تقولوا الفصل 72 المتعلق بالتآمر ايضا على تغيير هيئة الدولة والحكاية هذه. يا اخي يا استاذ، انا اول مرة نسمع اختبار يسند لخواص، معناها يا ما مستانس الإدارة الفنية التابعة لمصالح وزارة الداخلية هي هم اللي يعملوا الحكايات هذه. عندنا تبارك الله الحرس الوطني يا اخي، فما اذا كان مخابر الدولة، مخابر الدولة هي وحدها المخولة حسب الفصل معناها 57 وما بعده من القانون الاساسي معناها العدد. علاش التجؤوا لشركه خاصه مالها؟ تبحث في المسائل هذه، لا يمكن معناها اسنادها لشخص خاص، وشخص خاص هذا فوق هذا ودونه غير مدرك اصلا في قائمه الخبراء العدليين، واختصاصه خلقوا له معناتها اختصاص خاص به هو البحث معناتها في. علاش يا استاذ فسر لي علاش التجؤوا للتحقيق الجنائي وعلم الجريمه؟ علاش اعطاوها لشركه خاصه لحكايه الاختبار التليفون؟ اسالوا سيد قاضي التحقيق، لانه احنا عندنا قائمه في الخبراء العدليين في مجال السلامه المعلوماتيه وفي مجال الاعلاميه اقوى من الشرطه الفنيه التونسيه. نعرف كفاءاتنا في وزاره الداخليه في الجانب هذا، تبارك الله توب عندنا في الجانب هذا. دونك انا السؤال المطروح، شنو للشخص هذا ما له معناها من 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 امكانيات ومن بنيه تحتيه ومن تجهيزات اللي الدوله ما عندهاش؟ هو هذا السؤال اللي مطروح، معناها غريب انه يصير كثير مساله كما هذه. واحنا ركزنا وان اعتبرناه وان فضيحه كبرى، وهذه معناتها مساله فساد اداري معناها بعينه، والسيد يقدم في روحه على اساس عنده اتصالات وعنده في مخابره معناها يتعامل مع وزاره العدل، لانه كي دخلنا على موقع التواصل الاجتماعي. معك سي فوزي سي نافع سؤال يا استاذ بربي، ثم ربما جزئيه تهم في الجواب البرهان. هذا الاختبار هو الثالث، صاروا قبله هو زوز اختبارات وكانت النتيجه نتاعهم ما فيها حتى شيء، هكا ولا؟ بالضبط هذا هو. فقالوا نعطيوها لحد اخر ولا يطلع. فوالا هذا هو. زوز اختبارات صاروا عند معنا مخابر الدوله، وهذا الثالث هزه لشخص خاص اللي غير مدرج على قائمه الخبراء العاديين. واضح سي نافع، فما حاجه اخرى في النوت.